الإخبارية ماجد. هناك حديث عن هدنة خلال عيد الأضحى المبارك، ولكن الأنباء المتواترة من عدد من المحافظات والمدن السورية يدل على عكس ذلك. كيف هو الحال لديكم في حلب؟ نعم، يعني الحال في مدينة حلب لا يختلف عن حاله في باقي مناطق سوريا. طبعا تجدد القصف منذ الصباح الباكر الذي لم يهدأ طوال الليل اصلا، تجدد على حي بستان الباشا وحي مساكن همانو، بالاضافه الى مدن الريف الحلبي كمدينه حريكان وعمدان ومدينه حيان. يعني النظام لم يتوقف على القصف طوال الليله الماضيه، كما قلت استهدف تقريبا ثلاثه احياء مدينه حلب، الاحياء الشرقيه عموما حتى الاحياء الغربيه. في هذه اللحظات الان طائره حربيه تحلق في سماء الاحياء الشرقيه، منذ قليل قامت بقصف بالرشاشات، ولكن لم استطع تحديد المكان يعني بالدقه. يعني الان في هذه اللحظات كما قلت الطائره الحربيه ما زالت تحلق في الاحياء الشرقيه. في هذه اللحظات ايضا تجري اشتباكات عنيفه بين الجيش الحر وكتائب الاسد عند حاجز البليرامون وعند فرع المخابرات الجويه. طبعا هذه الاشتباكات جاءت ردا من الجيش الحر على خرق النظام للهدنه، كما قلت طوال الليل كان يقصف الاحياء وقرى ومدن ريف حلب، الان اشتباكات يعني اشتباكات عنيفه جدا تجري في تلك المنطقه بالتحديد. طبعا هذا الحاجز يسمى حاجز البليرامون وهو يربط المدينه بريف حلب الشمالي، ولكن يعني في الحقيقه هو ليس بحاجز وانما هو سكنه عسكريه، اكثر من 400 عسكري يتموضعون في هذا الحاجز بالتحديد، بالاضافه الى اشتباكات في منطقه السيد علي. طبعا هذه المنطقه يسيطر عليها قسم كبير من الشبح، الان بدا القصف بالطائره الحربيه. نعم لا ادري ان كنتم تسمعون، نعم عادت القصف مره اخرى الطائره الحربيه في الاحياء الشرقيه. نعم ربما يوجد يعني صعوبه في سماع تلك الاصوات، ولكن هل لنا نتحدث بشيء من التفصيل حول مناطق سيطرة الجيش الحر والجيش جيش النظام في حلب تحديدا؟ نعم، المناطق التي سيطر عليها الجيش الحر تقريبا كافة الأحياء الشرقية بالإضافة للأحياء الغربية، يعني أكثر من 90% من الأحياء الغربية، أيضا نصف الأحياء حلب القديمة، يعني النظام لا يسيطر سوى على المربع الأمني أو نسميه نحن المربع الأمني في مدينة حلب. طبعا هو ساحة عبد الله الجابري والمراكز الأمنية المحيطة بساحة عبد الله الجابري. كانت هناك عملية نوعية منذ يومين، استطاع الجيش الحر التقدم إلى حي السريان القريب جدا من ساحة عبد الله الجابري، ولكن عاد للتراجع طبعا بعد غدر حزب البكيكي يوم أمس، حيث غدر بأكثر من 16 جندي من عناصر الجيش الحر وقام بقتلهم بطريقة بشعة جدا، طريقة المكر والخداع. طبعا هذا الحزب هو لا يختلف عن الشبيحة، هو حزب موالي للنظام، غدر بالجيش الحر يوم أمس في حي الأشرفية بالتحديد وقام بقتل 16 عنصر من أفراد الجيش الحر. يعني نأمل من الأخوة الأكراد أن يضعوا لهذا الحزب يعني يضعوا له حد كي لا يتم هناك فتنة بين العرب والأكراد. الآن يعني شبه توتر بين العرب والأكراد حقيقة في حلب بالتحديد بسبب موقف حزب البكيكي وما فعله يوم أمس لهؤلاء الذين تم قتلهم من عناصر الجيش الحر. تفصيل خطير بالفعل. ماجد عبد النور مراسل شبكة شام الإخبارية، شكرا جزيلا لك.